القعدان وتحديات أشواط القعدان بصوت الزميل أحمد بن عزيز البلوي واصفا ومعلقا على شوطنا الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات، مع هذه المنافسات في مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن وانطلاقات الحقائق وأول أشواط القعدان. 2 كيلومتر هي المسافة، أذهب مع البداية والصدارة، المقدمة والمركز الأول هناك متوكل بشعار محمد بن صالح بن محمد الرزق، ينطلق بن عفيشة على الصدارة بمتابعة عوض بن صالح الرزق، بينما المركز الثاني حضور وانطلاقة مغادر، مرحبا بمغادر وحسين بن رابح بن حسين الوابس البلوي ينطلق مع المركز الثاني، بينما النقلة والمتابعة مع ثالث المراكز المنطلق والمتسلل في هذه اللحظات وصل راشد بن خميس بن عامر العمري ليقدم لنا براق، وأيضا حضور وانطلاق وتواجد هنا إعقاب بن سعد الدوسري مع المهند وحضور الأسماء وانطلاقة الشعارات الحاضرة من أجل المشاركة هنا في مهرجان ولي العهد. حضر وانضم في هذه الأثناء حماد بن عبد الله بن خلف الشمري يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعاره مع المركز الثالث، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة والمركز الأول هناك، ما بين العمري وما بين بن عفيشة، ما بين براق وما بين متوكل، ولكن الكابتن يسير بالخطى الثابتة مع الصدارة ومع المقدمة، ولكن يا الكابتن دير بالك من الأسماء القادمة. وصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني وانضمت الأسماء، انطلقت الشعارات، حضر هنا محمد بن عبد اللطيف الحمادي مع ظبيان، ولكن متوكل يا بن عفيشة مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول، ينطلقون أبناء الحد الجنوبي، ينطلقون أبناء نجران، ولكن الحمادي خطير أبناء الإمارات، ولكن متوكل الصدارة مع بن عفيشة والحضور في هذه اللحظات مع هدلان حماد. هنا حماد بن عبد الله بن خلف الشمري ينطلق مع المركز الأول بانطلاقة هدلان بتحديات هدلان، جابر بن عبد الله بن خلف الشمري ابناء حايل مع الشوط الرئيسي، ابناء حايل ابناء المحنى مع النوماس مع الانتصار مع شعار حماد الشمري مع الفوز ومع الانتصار مع اول اشواط القعدان. انطلاقة هنا جابر بن عبد الله بن خلف الشمري قدم لنا هدلان وتحديات هدلان، بينما المركز الثاني كان حضور علي بن خليفة السويدي مع سراب المركز الثالث، وصل متوكل بشعار محمد بن صالح بن محمد الرزق المركز الرابع، وصل ظبيان بشعار محمد بن عبد اللطيف الحمادي المركز الخامس. نتابع وإياكم المركز الخامس وصاحب المركز الخامس سلطان بن سالم بالرباح الحربي، يبدو من واقع الشعار صاحب المركز الخامس. نعود وإياكم متابعين الكرام بالتهنية والنوماس لمالك هدلان منتزعا أول أشواط القعدان جابر بن عبد الله بن خلف الشمري من قدم لنا شعاره، وأبقى السلام هنا في المملكة العربية السعودية وارسل السلام إلى أبناء ميدان المحنة هناك بحايل، نهنيك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. توقيت الزمني 2:56 32 جزء من الثانية، بينما المركز الثاني شعار السويدي علي بن خليفة السويدي 2:56 99 جزء من الثانية، بينما المركز الثالث كان حضور متوكل بشعار محمد بن صالح بن عفيش اليامي 2:57 26 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. يا اخوان
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين.